يظل أجمل يوسف مر على الكرة الخليجية والكرة العربية والآسيوية والقارية. الأسطورة يوسف الثنيان، الله على أبو يعقوب، الله على يوسف اللي كان غير عن كل يوسف في الملاعب بالتأكيد وفي المباريات. يوسف اللاعب اللي قدم السحر واللي عشق الخصوم والفرق المنافسة قبل جمهور الهلال. لاعب يوسف ثنيان اللي لم تعد الملاعب قادرة، وتحديدا الملاعب الآسيوية والملاعب العربية قادرة على إخراج لاعب بقيمة الأسطورة يوسف ثنيان. الأيام اللي كان فيها المشاهد ياخذ تذكرتين ويتابع يوسف من هذا المدرج، وفي الشوط الثاني يرجع يتابع يوسف من المدرج الآخر. الأيام اللي كان فيها نجوم ولاعبين وأسماء لا نشاهد في فترة أصبحت فيها